بويندو كازمات اليوم رح نحكي عن بعض التقنيات قبل الصيف لحتى نظبط حالنا ان كان بالجسم او بالوجه مع سيلين نهرة. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. اهلا فيك. حضرتك دكتور بالفارماسي وحضرتك مديره سي كي ميديكال سنتر يلي دائما بنحكي عن تقنيات جديده وعن خدمات كثيره موجوده بهالسنتر. خلينا نذكر سريعا بالسي كي ميديكال سنتر. مثل ما سبق وصاروا العالم بيعرفوا سي كي ميديكال سنتر بيشمل عده اختصاص ابرزهم الطب النسائي، الطب التجميلي وجراحه التجميل. وفي كثير بحبوا يفوتوا بالجراحه واكثر الناس ما بحبوا يفوتوا بالجراحه، فقلنا له دو تكنولوجي. واليوم حسينا انه اجت الصيفيه لانه في كثير من السيدات ومن الرجال بلشوا يحجزوا لايبوساكشن مع الفيزر او مع شد البطن، وكثير اجوا بلشوا يحجزوا التقنيات اللي من دون جراحه. واذا اليوم بدنا نركز شوي على هالتقنيات اللي بلا جراحه، في تقنيات حديثة ومش حديثة بس أثبتت فعاليتها. أهم شيء قبل ما الواحد يقرر شو بده يعمل لازم نعمل consultation. consultation هي رح تبين شو هو البروبلم، وين هالشخص مزعوج، وين هالسيدة متضايقة من حالها، بأي زون، وعلى أساسها منشوف هالزون هل هي مشكلة فات، هل هي مشكلة ترهل بالعضل، هل هي مشكلة ترهل بالجلدة، أو بدها بس دايت بكل بساطة. exactly. يعني يمكن تقولوا لها ما بدك ولا أي 200% تقنية. بس على باز لو شو ما عملوا لازم يحافظوا على النتيجة بطريقة عيش سليمة، يعني لازم يأكلوا بطريقة منظمة، لازم يعملوا شوية سبور، شوية اكزرسيس ليضل الجسم محافظ على حاله. دونك ضمن هالتقنيات عنا تقنية الفات فريذينج للناس اللي عندهم لوكالايزد فات وبدون ينزلوا حالهم بمناطق معينة، يعني أما على منطقة البطن يا أما على منطقة الخواصر يا أما على منطقة الكويس الكيلود دو شوفال. دونك بينزلوا بجلسة واحدة، هذا الأفانتاج تبعها أنه جلسة واحدة بالفات فريذينج بينزلوا أنتو 3 سنتيمتر وبين 3 سنتيمتر و 10 سنتيمتر من جلسة واحدة. هاي الأفانتاج تبعها. الشيء الوحيد لازم يعملوا لازم يشربوا مي وما لازم يخافوا طبعا ده ما يقولوا ما نزلت، لا انه بذات الوقت لازم ينتبهوا على اكلهم ويشربوا كثير ماء. يمكن بفتكر للاشياء اللي بتكون باقيه مثل رواسب، خلينا نقول ان كان من بعد حمل ان كان من بعد رجيم معين، اوقات في امور او في هيك هالفات الدهون العنيده يلي ما بتروح. صح. يمكن هون افضل تقنيه لهالموضوع هيدا. هي الدهون العنيده اللي هن عم بيتعذبوا انه يشيلوها، وحتى في كتير جيل بيجوا عندهم شوية كرش بدهم ينازلوا حالهم بهالمنطقة، وأكيد ينتبهوا على أكلهم وما يزعبروا. بلشنا نشوف بعض الصور، بس هون يمكن عم نحكي أكتر عن الفيلا شيب. مظبوط، الفيلا شيب. فيلا شيب صارت تقنية كتير معروفة وتطورنا مع الفيلا شيب 3 اللي هي جلسة كل جمعتين، والباكج تبعها 3-4 جلسات حسب الستات تبع السيلوليت. الجلسه يا اما 45 مينوت يا اما ساعه ونص حسب الزون اللي عم نشتغلها. في كتير بيكون عندهم بس سيلوليت من ورا، في كتير بيعملوا سبار وما بتروح السيلوليت، بضل السيلوليت، فبيتعالجوا بطريقه الفيلا شيب 3. اليوم نعرف انه سيدات ما عندهم كتير وقت ليجوا مرتين بالجمعه وثلاث مرات بالجمعه، بدهم شيء سريع وما يجوا يشوفونا كتير مع انه بينبسطوا بس يجوا على سي كي ميديكال ولا احلى من هيك. فبس بدهم يخلصوا بسرعه. فالفيلا شيب 3 بس تطورت نتائجها صارت كتير حلوه. نعم. على السيلوليت وعلى الكونتورينج. بس هون خليني استودع شغله يا سيلين، السيلوليت او الفيلا شيب والفريزينج فات بشو مختلفين عن بعض؟ يعني ليه بنستعمل هون مش هون، او ليه لازم نستعمل الاثنين؟ او هن ما لهم علاقه ببعضهم. فيه يكون زيت الشخص بمنطقه عنده سماكه فات مثلا على البطن وعلى اجريه عنده سيلوليت. الفات فريزينج هي بتكسر هالدهون وانت جسمك بروحها بطريقه طبيعيه. نعم. من هيك بننزل ان سنتيمتر وبزم الفوليوم محل ما في الفات، بينما السيلوليت ما لها علاقه ابدا بالفات. سي انوتر تكنولوجي. تكنولوجي الفيلا شيب هي انفرا روج مع راديو فريكونسي بتشتغل على تكسير السيلوليت، من هيك البو بتصير بلوليس. الفات فريزينج ما لها علاقه لا بتظبط البو ولا شيء، بتنزل من سماكه الفات. نعم. بالمنطقه اللي نحن مزعوجين بعد قد ايه ببين النتيجه؟ بالفات فريزينج ابري 6 سمان، وبالفيلا شيب ابري لا تروازيام سيونس بتبلش تبين نتيجه كثير حلوه. وفي ناس بيحتاجوا للرابعه لان تركوا حالهم او صار لهم زمان مش عم بينشي للسيلوليت، فبيكون ستات تريز افونسي، من هيك بنعوز جلسه رابعه. عم نسمع اوقات انه الفات فريزينج عم بيكون شوي مؤذي للبشره، قد ايه هالشيء صحيح؟ انه عم بيكون في اوقات حروق، عم بيكون في اوقات دبوغه ما عم بتروح، يعني
قد ايه هالقصه مزبوطه؟ بي سي كي ميديكال سنتر ولا مره صار هيك شيء، لانه الاباري اللي عندنا اياه هي اف دي اي ابروفد وجايبينها من اسبانيا، يعني اكيد اليوم بالسوق في كثير مكانات وتقليد وهيك، بصير هيك مشاكل مش بس بالفات فريزنج، بغير مكانات كمان حتى بالليزر، بس نستعمل انا اباري اف دي اي ابروفد، اول شيء في حمايه للبشره، ما من ولا مره صار معنا هيك بروبلم ولا بصير. شو الاشياء اللي ما بقى نلحق نعملها قبل الصيف هلا دكتور؟ هلا اليوم في الليزر، وكثير من الناس عم بيجوا بدهم يعملوا ليزر، بدهم يبلشوا فول بادي. اليوم بقول انه الشيء كثير مهم ينعرف انه الليزر هي جلسه كل شهرين، بدها تنعمل 4 لـ6 جلسات، واليوم بهالوقت منلحق نعمل بروتوكول مزبوط للبيكيني والاندر ارمز لان هن ما بيتعرضوا للشمس ابدا، بينما بقيه المناطق منلحق نعملها 3 مرات قبل الصيفيه، وبدهم يضحوا شوي معنا لانه بنكون صرنا بجولاي عم نعمل ثالث جلسه، بنرجع الرابعه بنعملها باكتوبر. فكتير مهم الليزر بس بده ينعمل، نفكر فيه بموسم الشتاء كرمال لنقدر نخلص على بكير ب4 لـ6 جلسات. سالتي كمان سؤال كمان كتير من الناس فكروا انه هيدا الشيء مزبوط، اذا عملنا جلستين ليزر لنقول هلا وكملنا الباقي من بعد موسم الصيف، هل بنستفيد او بيرجع بيظهر الشعر؟ هلا بكل جلسه بيروح تقريبا 20% من الشعر، بس ليه بنقول لازم ينعمل جلسه كل شهرين؟ لانه بس ينعمل كل شهرين بنخلص ب4-5 جلسات، بس نصير نعمل جلستين ونرجع بعد 4-5 اشهر ما بنعود تبعنا بروتوكول نمو الشعر، فمعقول نعوز جلسه جلستين زياده ومانا مضطرين. يعني هون في ريسك انه يرجعوا يطلعوا، في ريسك مش قد ما كانوا قبل، بس ما بنخلص ب4-5 سيانس. عم نحكي بموسم بدها تبلش فيه الاعراس، بموسم مثل ما كنا عم نقول من على بكره في مناسبات كثيره، وتحديدا عيد الاساتذه، عيد الام. اليوم بشو مخصصينهم ان كان للامهات للاساتذه او حتى شو بلشت عروضات للاعراس؟ اليوم بلشت تجي العروس على سي كي ميديكال سنتر، لانه العروس مثل ما بتعرف انا كنت عروس مش من زمان، بتعرض لكثير ستريس قبل العرس، ستريس يعني بغنى عنه، هذا الستريس بياثر على جسمها، بدها تظبط جسمها، بياثر على وجهها مثل ما عم نشوف هون، بيكون في قد ما بتضعف العروس بترهل هالوجه، وهذا الشيء ما بدها اياه قبل عرسها، بدها وجهها يكون باحلى اناقته. وفينا نشتغل على كذا شغله، اوقات بيجونا ديبو عندهم اكني سكارز، الاكني سكارز بيتعالجوا بهالفتره من السنه بالشتويه، بحاجه لجلسه او جلستين ماكسيموم 3 جلسات لتصير البوليس، واكيد ما بدنا اياهم يبينوا نهار العرس، فمن هيك بنعالجهم السيكاتريز داكني. عندنا كمان هايبر بيجمنتيشن او التصبغات كمان بيتعالجوا بهالفتره، لازم نفكر فيهم قبل بوقت لنلاقي نتيجه حلوه. وبلس في كثير بيجوا بحبوا يعملوا نتواياج، ميزوثيرابي اباز دو فيتامين، ستيمولاسيون للكولاجين، ليكون وجههم عم بضوي نهار العرس، يكونوا مبسوطين بوجههم. بلس بيكون في فاين رينكلز، بنعمل شويه بوتوكس، واكيد اذا ضعفت بنعمل شويه فيلر بطريقه جوزها يعرفها نهار العرس، بين ناتشورال شخص اكزاكتو يعني. بين ناتشورال بس بكامل اناقتها. بس هو قبل بقد ايه لازم تبلش تحضره؟ قبل ب3-4 اشهر، يعني مش نجي قبل بجمعتين يلا انه لا، هي لازم تفكر فيها العروس قبل ب3-4 اشهر، تظبط جسمها شيب يكون حلو، وتظبط وجهها ليكون مضوى نهار العرس. أفريت لعيد الأم كمان بعرف أنه هيك عم تفكروا فيهم هلأ. مزبوط، اليوم عنا كتير كمان بنات صغار أو سيدات بدون يقدموا شيء لأمهم، وكتير بحبوا يقدموا لها دي سوان دو فيزاج، دي مساج ولاكسون، لأن بنعرف أنه الأم بتفكر بكل العالم قبل ما تفكر بحالها، دونك بهالنهار ولادها بفكروا فيها بطريقة خاصة، وبحبوا يا اما يقدموا لها علاج جذري لوجهها، مثلا علاج للتجاعيد بتقنيه الراديو فريكونسي ليخففوا الريد، ما بدهم يلجأوا للبوتوكس او للفيلر. وفي كمان علاج كثير حلو هو الالثيرابي اللي هو اف دي اي ابروفد للليفتنج وذاوت سيرجري، دونك بحبوا يشدوا لها وجهها ويرجعوا يرسموا لها الجو لاين. هيدي الطريقه بتاخر جراحه التجميل، بتشقل الوجه وبترجع أمهم 5 سنين أو 10 سنين لورا بلا ما يعذبوها بالعملية. شفنا تقنية اسمها إي ماتريكس، اللي هي شو؟ الإي ماتريكس هي عبارة عن راديو فريكونسي بتشتغل على الريد. أوقات بيجوا لعنا سيدات بعمر معين 60 سنة 65 أو حتى 80 وما فوق، وجههم صار كتير تعبان بلان دو ريد، ما بيتحملوا يلجأوا للعملية مع أنه العملية صارت كتير هينة، بس ما بدهم يفوتوا بعملية، فبتنعمل مع طبيبة الجلد
جلسه كل شهر بتخفف هريد وبترجع بتضوي وجهها لل واللي هي اقرب شيء لافه العمليه اكيد على الريد، بينما الالتيرا بتشتغل على الشد بس يكون في دوبل مونتون، بس يكون في رولاشمون ترهل ان كان على العيون ان كان على الوجه على الاوفال دو فيزاج على الرقبه. دونك تشتغل بجلسه واحده بتبين 10 ل 30% من النتيجه دغري على الجلسه، فبتنبسط اذا اجت نهار عيد الام بتنبسط لانه بتظهر وجهها فاري وبضل عم بيتحسن. خلينا نحكي شوي عن الليفتنج كمان قد ايه بيفرق عن الباقيين، نحن رح نشوف بعض الصور وهيك تفسري لنا شوي عنهم. الليفتنج اكيد صار اخر حل، اخر حل لمين تحديدا؟ اخر حل اليوم في كثير بيجوا بعمر الأربعين والخمسة وأربعين بدهم يعملوا عمليه شد الوجه، بس اليوم بتقنيات الحديثه باخروا هالعمليه لانه بس يعملوها بالأربعين بيوصلوا على الخمسين 55 شو بدهم يعملوا وبينعمل عمليه ثانيه يعني اللي بفوت بعملية أول مرة ما بيرجع بحب يعملها تاني مرة، دوك من هيك منأخرها أو ماكسيموم. اللي بيجوا بدهم يعملوا العملية والأنديكاسيون تبعتهم بكون وجههم كتير متراهل، صار في كتير تجاعيد بوجههم حتى بعمر الخمسين أو خمسة وخمسين بيربحوها لمدى العمر. هون بهالصورة هي ليفتينج ولا هي تقنيات كمان؟ بهالصورة هي الألتيرابي اللي مثل ما منشوف شدت منطقة الرقبة، شدت منطقة الأوفال دو فيزاج، رجعت رسمت الجو لاين بلا اللجوء للعملية. يعني بالجلسة ساعة ونص ترجع بترسم كل هالمنطقة جلسة واحدة واو. لأنه بتشد العضل من جوا إن كان على هالمنطقة أو على منطقة الشفون. يعني عن جد مش بحاجة بقى العمليات. وكلمة أخيرة اليوم العملي الفاريس نختم فيه كمان للأمات أو لأي أشخاص، شو في عنا تقنيات؟ اليوم في كتير ناس بيعانوا من الفاريس إن كان بوست بريجننسي إن كان حتى هن وصغار عندهم كتير فاريس بدهم يعالجون. هلأ بعد بلحقوا حالهم بعد شهرين خلاص بدهم يروحوا على البحر، خاصة الناس اللي بيجوا لعنا بنخلص من الفاريس أفريل نازلين على البحر. أفريل نازلين على البحر صعبة شوي، بدها شهر لشهرين لحتى اموا نعمل اون ا دو سيونس. وما بيسوى الشمس ابدا كمان. ما بيسوى الشمس تجاه الشمس بالاجمال ما بتسوى، بس للفاريس ما بتسوى ابدا. اثنين سيونس بيكونوا خلصوا سا ديبون دو كا، يعني عندنا الحكيم المتخصص اللي هو شغلته الفليبولوج اللي بيشتغل بالفاريس بيعمل لهم كونسلتاسيون، يا اما بينعمل سكليروثيرابي بالانجكسيون يا اما بينعمل تريتمنت بالليزر او جلسه او بيرجعوا ببينوا بعدين. اللي تعالجوا ما ببينوا قبل كذا سنه لقدام. لا دكتور سيلين نهرة شكرا لوجودك معنا، اكيد كل عناوين سي كي ميديكال سنتر ظهرت على الشاشه وارقام تليفونات. اهلا وسهلا فيك. وقفه سريعه ومنتابع مع ويندو ويندينج، خليكم معنا. ثانك يو رانيا.